رغم هذا الواقع الاقتصادي المتعثر والمعاناة اليومية للإيرانيين، تتجه أموال إيرانية وفيرة إلى أين؟ إلى سوريا، التي تشير التقديرات إلى أنفاق إيران عشرات ملايين الدولارات في سوريا خلال العامين الماضيين وفق مصادر العربية. نعود أولا لنهاية عام 2017 مع بدء التموضع الإيراني وبدء إسرائيل بمهاجمة مواقع عسكرية إيرانية، وانطلاقا من عجز إيران عن التعامل مع الهجمات الإسرائيلية، بدأت بنشر أنظمة دفاع جوي في سوريا وتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإيرانية بنقل وسائل وقطع أنظمة الدفاع الجوي بحرا وبرا. عملية النقل تتم عبر مشروع مشترك بين الحرس الثوري وقوات النظام السوري. من الجانب الإيراني، كان يقود المشروع جواد غفاري، قائد فيلق القدس في سوريا، والذي طرده النظام من سوريا في نوفمبر من العام الماضي. الآن يرأس المشروع فريد محمد سقائي، الضابط في سلاح الجو للحرس الثوري. وقد رصدت جهات غربية وصوله إلى مطار دمشق الدولي عدة مرات. مسؤولون آخرون يشاركون في العملية، من بينهم بهنام شهرياري، القائد في فيلق القدس المسؤول عن نقل السلاح من إيران إلى سوريا ولبنان، وعلي أصغر نوروزي رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري، دوره تحديدا نقل الوسائل والقطع اللوجستية من إيران. شخصية أخرى تلعب دورا في المشروع هو المدعو سيد رضا، من المسؤولين اللوجستيين في الحرس، وله دور مركزي في نقل أنظمة الدفاع الجوي. بوصول أنظمة الدفاع الجوي، ينقل الإيرانيون مسؤولية تفعيلها إلى ضباط سوريين تحت قوة خاصة خاضعة لمديرية الدفاع الجوي، ويرأس القوة نزار حسون. إسرائيل بدورها عملت على عرقلة وضرب القدرات العسكرية الإيرانية.